كلنا بنعرف انه البينج بيشكل فرق كبير في لعبة مثل ببجي موبايل، ففي ناس دائما بينجها عالي اكتر من 250 ل 300 وبدون سبب، مع انه النت جيد وكذلك الجهاز. فاليوم يا إخوان جيت أشارك معاكم تطبيق أنا شخصياً بستعمله وفعلاً وجدت فرق أسطوري معه. يا هلا بالجميع، اليوم مع بداية السيزن قناة إكزو جاتكم فيديو جديد والطريقة الأسطورية والأمثل لحل مشكلة البينج. التطبيق متاح طبعا في الايفون والاندرويد، وكذلك هنزل رابط للبرنامج في اسفل الفيديو في منطقة الوصف، فلا تنسوا انكم تتابعوا الخطوات كما هي في الفيديو كما ظاهرة في الشاشة، واخليكم مع المقطع. التطبيق اسمه XVPN، والجميل في هذا التطبيق انه فيه سيرفرات خاصة بلعبة ببجي مجانية، وفي كمان كما تشاهدون سيرفرات مدفوعة، فاللي مهتم طبعا بالعروض اللي التطبيق جاي يقدمها. فبعد ما نقلنا التطبيق على فرانكفورت تلقائيا راح نشاهد تطبيقيا اذا البينج بيفرق لما بنشغل التطبيق، بس قبل كده خليني اذكركم ببينجي قبل اشغل التطبيق. وكمان بعد ما شغلنا التطبيق انتم بتلاحظون كيف تغير مع الوضع بناحية البينج وكيف صار البينج هلا، فكما تشاهدون البينج بيصير ثابت على 80 حتى 120 كأقصى حد. فجربوه حبايبي واكتبوا لي في التعليق كيف صار معاكم البينج لما شغلتوا التطبيق. وأخليكم مع مقطع صغير تلاحظون كيف البينج بيعمل فارق.
فأتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالفيديو، وإذا ما مشترك اشترك وفعل زر الجرس، وإذا ما مخلينا لايك يلا لا تخرج قبل ما تخلينا لايك وتعليق حلو زيك، ويلا يا أصدقاء إكزو أشوفكم على خير.